السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا التصحيح ديال النموذج الثاني الخاص بالفرد الصفي المرتبط باول روايه اللي هي لا بواطا ميرفي، وبالضبط بلو شابيتر 2. ديجا حطيت لكم نموذج فرد صفي الاول اللي كان في لو شابيتر 3، طلبتوا مني ندير لكم نموذج ثاني في لو شابيتر 2، وحطيت لكم ليكزامبل مسبقا. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا التصحاح ديالو. كيف ديجا عودتكم هاد السنه هادي بالنسبه لي تاكس ديال النماذج ديال الامتحانات راه غادي تلقاوها فلاشين، يعني بالضبط كتبوا شابيتر 2 بارتي 2 لا بواطا ميرفي، غيطلع لكم الفيديو اللي فيه الشرح ديال لو تيكست، حيت ما بغيتش نزيد نشرحها ونبقى نطول في لا فيديو. يعني تقدروا تفرجوا في الشرح ديال هذا النص هذا كلمه بكلمه في فيديو خاص، من بعد عاد يمكن لكم تخدموا على الكوريكسيون. نبداو على بركه الله ليتود دو تيكست. اول سؤال دائما غتلقاوه هو هذا، يا اما كيعطيوكم طابلو وكتعمروه بليزانفورماسيون المهمين على الروايه، ولا كيعطيوكم عوارض، او كيطرحوا عليكم اسئله بحال يعني نفس الطريقه ونفس المعلومات، كيبقاو يتعاودوا دائما في السؤال الاول. كيبقاو دائما كيسولوكم على الكاتب، كيسولوكم على التاريخ ديال الكتابه ديال القصه، التاريخ ديال النشر ديال القصه، النوع ديال القصه، تاريخ الوفاه ومكان الوفاه ديال الكاتب، تاريخ الازدياد ومكان الازدياد ديال الكاتب. يعني معلومات الاساسيه اللي كتكون في الفيج ليكتور هما اللي كيكونوا في السؤال الاول نهار فرض ونهار الامتحان الجهوي، داكشي علاش خاصكم تضمنوا هاد النقطه هذه. المهم لو طابلو ديالنا كيتكون من 4 ديال الخانات، كل خانه عليها 0.25. بالنسبه للخانه الاولى غنديروا فيها لو تيتغ دو لوفغ، العنوان ديال القصه، بيان سور لا بواطا ميرفي تكتب صحيحه بدون اي خطا. الاستاذ يقدر يميك، كيف كنقول لكم الاستاذ ديالكم غيتعامل معاكم، يعني تنسى الاس تنسى هذه، كيتعامل معاك الاستاذ الى عارفك كتخدم. في نهار الامتحان الجهوي بغيتي 0.25 ديالك كامله، خاصك تكتب داك الشيء كما هو صحيح، 0.25 ما عندو ما ينقص لك منها. حاولوا انكم تضبطوا هذا السؤال الاول والاجوبه ديالو مزيان. الشيء الاخر واخا تخطا ماشي مشكل، حيت ديك الساعه كتبغي تكون دي فراس باش انك تجاوب. من المعلومات الاساسيه كاين الاغلبيه ديال المصححين ما كيبغوش انهم يشوفوا الاخطاء فيها. نبداو على بركه الله لو تيتغ دو لوف، غادي نكتبوا هنا لا بواطا ميرفي، لوتور بيان سور احمد صفريوي، دات دو ديسي التاريخ ديال الوفاه ديال هاد احمد صفريوي امتى مات لينا في 2004. لو جور ماشي اوتوبيوغرافي، حيت بزاف صيفطوا ليا خرجوا هاد ليكزام وصيفطوه ليا في لاباج وكيقولوا لي استاذه عافاك صحي لينا. انا اول حاجه كنشوف هي لو طابلو عاد نقدر نكمل الشيء الاخر. الا شفتك انا في لو طابلو دير اوتوبيوغرافي ما كنكملش، حيت خاصني نلقى رومون اوتوبيوغرافيك، يعني ديجا دويت وعاودت الهضره عليها. لو جور رومون اوتوبيوغرافيك، ولوتور ماشي هو سيدي محمد. حاولوا انكم تفصلوا ما بين الكاتب وما بين الراوي، واخا هما راه شخصيه وحده، ولكن حنا كنعرفوا احمد الصفريوي انه هو الكاتب، مي لو ناراتور الراوي ديالنا ولو بيرسوناج برينسيبال ديالنا والبطل ديالنا هو سيدي محمد. يعني اون فوا تمشي تكتب لي في بلاصه لوتور ثاني سيدي محمد زيرو، يعني لا نقاش. واخا حنا عارفين ان السيره ذاتيه شخص كيعاود على الحياه ديالو، ولكن حنا كنفرزوا ما بين الشخص اللي كيعاود والشخص اللي كتب. هادو من بين الحوايج اللي كنكره انني نلقاهم في لو طابلو. ندوزو باش نديرو الكوريكسيون بسرعه. هذا هو لو طابلو، خاص يكون بهاد الطريقه هادي. لو تيتغ لا بواطا ميرفي كنسطرو دائما على العنوان، لوتور احمد صفريوي، لا دات دو ديسي التاريخ ديال الدفن 2004، ولو جون غومو اوتوبيوغرافيك، يعني درتي هادشي كامل عندك نقطه ديالك نهار الامتحان الجهوي. ندوزو باش نشوفو كيستيون نيميرو 2. D'après votre lecture de l'œuvre dans son texte intégral, recopiez les deux propositions qui sont vraies. يعني قال لك من خلال قراءتك لهذا النص هذا والروايه بصفه عامه غادي تعزل لنا جوج ديال الجمل هنايا، جوج ديال الاقتراحات اللي صحاح. حنا عندنا هنا 4 ديال الاقتراحات، جوج صحاح جوج خاطئين، غنعزلوا دوك جوج صحاح ونعاودوا نكتبوهم. اول اقتراح عندنا المعلم عبد السلام اي تيسغون، المعلم عبد السلام اللي هو لو بير ديال سيدي محمد تيسغون، خياط معلومه اللي هي صحيحه فغي، يعني غادي نعزلوا هذه، هذه هي المعلومه الصحيحه الاولى. زينب اي لا سور دو ناراتور، زينب هي خت لو ناراتور، لو ناراتور كون كانت عند اختو كاع ما يكون عندنا اصلا هاد الصداع ديال لا سوليتود وهاد الروايه كامله.
لو ناراتور هو لو فيس اونيك ديال الوالدين ديالو، يعني كيحس بلا سوليتود حيت ما عنده لا اخ لا اخت كيلعب معاهم في الدار. داكشي علاش هو اعتبر ديك لابوطا ميغفي اعتبرها لامي ايماجينير ديالو، وفي نفس الوقت لو جوي بريفيري. حنا عارفين ان زينب حتى هي بنت وحيده عند الام ديالها رحمه والاب ديالها ادريس العوان. عيشه ايتون فويونت، لالا عيشه اللي هي صديقه قديمه ديال لالا زبيده هي شوافه، معلومه اللي هي خاطئه. حنا في القصه عندنا لالا كنزه هي اللي شوافه ماشي لالا عيشه. لالا زبيده اي لي بوز دو المعلم عبد السلام، لالا زبيده هي الزوجه ديال المعلم عبد السلام، هذه حتى هي معلومه ممنوع نخطا فيها. هادو هما جوج ديال لي بروبوزيسيون لي صحاح، يعني جاوبتي على هادو غتاخد تاني نقطة ديال هاد السؤال هذا. وانا ما عندكم ما تخطئوا، فقط غتعزل وغتهز الجملة وتعاود تكتبها، يعني ما تحتاج انك تقاد الجملة من عندك. كيسيون نيميرو 3، سيتي اون فيغيتي ان غران جور، بوركوا لونفون كاليفيتيل سو جور دو غران؟ قالك في الحقيقة هذا نهار، يعني كان هذا نهار كبير، علاش هاد لونفون اللي هو سيدي محمد قال اعتبر هاد النهار هذا بالله هو واحد النهار اللي هو كبير وعظيم. سيدي محمد كاليفي سو جور دو غران كار إلا إو لو دغوا دو بوغتي سا جلابة بلونش أي دو كيتي سيل دو تو لي جور. سيدي محمد اعتبر هاد النهار هذا بالله هو نهار كبير عنده، حيت يعني كان عنده الحق أنه بوغتي يلبس الجلابة البيضة ديالو اللي خزنها ليه الأم ديالو لالا زبيدة في داك الكوفر في ديك الصندوقة ديال الحوايج، أي دو كيتي سيل دو تو لي جور، ويحيد ديك الجلابة اللي كيلبسها كل نهار وكيمشي بها للمسيد، يعني غيلبس ديك الجلابة ديال كما كنقولو ديال المناسبات. حنا كلنا كتكون عندنا واحد الحاجة خاصة غير بالمناسبات كنجبدوها وكتلبس داكشي العادي ديال الايام الاخرى. سيدي محمد فرح حيت غادي يبدل الجلابه ديالو القديمه بجلابه بيضاء اللي عزيزه عليه. كيسيون نيميرو 4، لو بورتري كو في لو ناراتور دو لالا عيشه اي، يعني الوصف اللي دار لنا سيدي محمد الصديقه ديال الام ديالو لالا عيشه واش فالوريزون دي فالوريزون او نوتر؟ شنو هي بعدا فالوريزون؟ فالوريزون هي دار لنا واحد الوصف اللي هو ايجابي، يعني كيشكر لنا في لالا عيشه ومثلا في الملامح ديالها وداك الشيء. دي فالوريزون وصف اللي هو سلبي، نوتر يعني وصف اللي هو محايد، يعني ما شكرتي ما عيبتي. فالوريزون كتشكر، دي فالوريزون كتعيب، نوتر يعني محايد. بحال مثلا كنقولوا الحيط مجير، الا قلتي الحيط راه هو مجير يعني راك نوتر محايد، ما قلتيش لينا واش مجير مزيان باش نقولوا فالوريزون، وما قلتيش لينا مجير بطريقه خايبه باش نقولوا دي فالوريزون. يعني كنتمنى ان هاد الدرس هذا نكون شرحته بواحد الاختصار مفيد. حنا عارفين ان سيدي محمد ما عندوش مع لالا عيشه، يعني اوتوماتيكمون ملي غيبغي يوصفها يعني غيدير ليها واحد الوصف اللي هو سيلبي دي فالو غيزون. السؤال هذا تقدروا تجاوبوا عليه بلا ما تقراوا لو تيكست، حيت ديجا قلت لكم ان سيدي محمد ما عندوش مع لالا عيشه، وكان دار ليها في لو شابيتر واحد ديسكريبسيون اللي هي دي فالو غيزون. اذا الجواب صحيح غادي نعزلوا دي فالو غيزون. Relevez dans le texte deux indices pour justifier votre réponse. يعني لقينا حنا هاد البورتخي اللي دار لينا سيدي محمد هو دي فالوريزون، غادي نجبدو حنا واحد جوج ديال المؤشرات. قلنا ان سيدي محمد دار لنا وصف سلبي، انا درت لكم هادوك الربعه الممكنين، اي جوج درتو منهم راه عندكم النقطه ديالكم. اول جمله فام بلو لارج كوت، يعني مرا اللي زعما غليظه بزاف اكثر ما هي طويله، يعني قصيره وعامره. اون تيت كي روبوزي ديريكتومون سور لو ترون، قالك راسها اللي محطوط مباشرة على زعما الكتفين ديالها بحال ما عندهاش العنق. دي بغا كوغ سون فيزاج ليس اي رون مانسبيغي ان سارتان ديغو، داك وجهها زعما اللي داير وكيجيب لي غير كيشوف فيه كيجيب ليه لو ديغو، يعني الاشمئزاز. يعني سيدي محمد ما عندوش مع لالا عيشه. كيل سونتيمون لونفون ايبروفتيل انفيغ لالا عيشه، هو دار ليها واحد ديسكريبسيون اللي هي دي فالوريزون، يعني وصف اللي هو سلبي، ولكن في السؤال خمسة قالنا شنو هو الاحساس ديالو تجاهها. الجواب راه كاين في الجمله نيت لو ديغو الاشمئزاز، يعني فيما كيشوفها كيحس بالاشمئزاز، ما كيحملهاش انها تقيسو ولا تبوسو ولا شي حاجه. كيسيون نيميرو 6، ركوبي لو طابلو سيفون اي كومبليتي لو ابارتيغ دو تيكست، يعني من النص غادي نجبدو كلمات داخلين في الحقل الدلالي ديال الملابس وكلمات داخلين في الحقل الدلالي ديال الجسد. الكلمات اللي داخلين في الحقل الدلالي ديال الملابس عندنا شوميز
منصوريه سانتور السنطا فوال الزيف الحيك الجلابه هادو كاملين داخلين في الحقل الدلالي ديال الملابس. وبالنسبه للحقل الدلالي ديال الجسد عندنا تيت فيزاج كو برا طرون هادو كاملين داخلين في هذا الحقل هذا. ماشي ضروري ديروهم كاملين، ما الا درتو غير ثلاثه ولا جوج راه غادي تاخذوا النقطه ديالكم. كيسيون نيميرو 7. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leur corde vocale était à toute épreuve. Elle devenait dans la rue aphone et gentiment minaudière. Sous elle m'tloub la figure de style contenue dans cet énoncé. Et gennen haddou la figure de style, ta'bir l'majazil, li kif l'jumla, li qrayna dab. Wesh une comparaison? ولا انوفيميزم هادي ما كتحطش بزاف في الامتحان، غير نسيت ما حيدتهاش ما خصنيش نديرها بلا ما تصدعوا راسكم معاها، ما كتكونش في الامتحان الجهوي. ولا اون ايبربول مبالغه ولا اون ميتونيمي، الى وحده من هاد الثلاثه ديال لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في الجمله ديالنا. الا لاحظتوا هنا ما عندنا حتى شي مقارنه، ما عندناش كومباريزون. الميتونيمي حتى هي ما كايناش في هاد الجمله، راه ديجا شارحه لي فيغور دو ستيل كاملين فلاشين. دخلوا تفرجوا في الشرح ديال هاد التعابير المجازيه باش تحيدوا هاد المشكل هذا. لا فيغور دو ستيل اللي كاين هنا عندنا هو ليبيربول، يعني سيدي محمد بدا كيبالغ لينا في هاد الجمله، قال لك بان الام ديالو ولا العائشه ملي كانوا في الدار كيبقاو يدويو بالجهد حتى دوك كما كنقولوا دوك الاحبال، دوك الاحبال الصوتيه غادي تتقطع بداك الهضره اللي كانوا كيقولوا والطريقه ديال الكلام ديالهم. وفي الزرقه ولاو قال لك دون لاغي ولاو افون اي جونتي مومينو ديغ، يعني ولاو مؤدبين وساكتين وما كيهضروش بنفس الطريقه باش كانوا كيهضروا في الدار. يعني غادي نعزلوا في هذه الجمله هذه ليبيربول المبالغه، يعني بالغ قال لك بقاو زعما كيهضروا بالجهد حتى الاحبال الصوتيه غادي كانت غتقطع، يعني غير هنا كيبالغ ما يمكنش الاحبال الصوتيه غتقطع حيت كانوا كيدويو بصوت اللي هو مرتفع. الجزء الثاني ديال السؤال لومبلوا دو سيت فيغور دو ستيل بيرمي دو، يعني الهدف من استعمال المبالغه في هذه الجمله واش مونتري ان كونتراست كريتيكي للعائشه فالوريزي لي دو فام. واش الهدف من هذه الجمله ومن هذه المبالغه انه يبين لنا واحد التعارض واحد الاختلاف في شي حوايج، ولا كريتيكي يعني ينتقد لينا للعائشه، او فالوريزي لي دو فام او يعني يعطي قيمه لهاد جوج ديال النساء اللي هما الام ديالو الصديقه ديالها للعائشه. يعني غادي نعزلو هنايا مونتري ان كونتراست، يعني من هنا في هذه الجمله هذه ما كينتقدش لينا في العائشه وما كيعطيش قيمه للعيالات بجوج، ما يبغى يورينا الاختلاف اللي كاين، يعني الاختلاف ما بين الصوت ديال الام ديالو ولا العائشه في الدار والصوت ديالهم في لا رو في الشارع. اذا غادي نعزلو مونتري ان كونتراست. هنا باش سهلوا عليكم عطاوكم اختيارات، اما نورمالمون ما كيعطيوش اختيارات، ديما كيسولك كيقول لك اشنا هو الهدف من هاد الفيغور دو ستيل اللي عزلتي، مثلا ايبربول علاش استعملات، كومباريزون علاش استعملات، ميتافور علاش استعملات. دائما كيكونوا عاطينا السؤال ديال اللي في غوشيرشي هو ما هو الهدف من استعمال داك التعبير المجازي. كيسيو نيميرو 8 Relevez dans le texte les trois conseils donnés à l'enfant par les deux femmes. قالك غادي تجبد ليا من النص، relevez استخرج ليا من النص واحد ثلاثة ديال النصائح اللي عطاوها للطفل، يعني للعائشة ولا للزبيدة بقاو كينصحوا في سيدي محمد وعطاوه واحد النصائح، حنا بغينا ثلاثة ديال النصائح تجبدوهم، وكل نصيحة عليها 0.5 بطبيعة الحال غادي تلقاوهم في النص. أشنو بعض النصائح؟ اول نصيحه قالوا لي il ne devait pas se frotter au mur، يعني ما خصوش يقيس الحيط حيت هو لابس جلابه اللي هي بيضاء. بغيتو تقادوا الجمله بحال هكا il ne devait pas se frotter au mur، بغيتو تهزوها من النص كما مكتوبه عندنا je ne devait pas me frotter au mur، بغيتو تهزيها من النص دير واحد النجيمات وحط الجمله، بغيتي تقاد الجمله قادها. النصيحه الثانيه il devait se moucher seul avec le beau mouchoir brodé pendu à son cou، خاصو فقط يمسح الانف ديالو داك المشوار الزوين المزوق اللي معلقه مديره ليه لاله زبيده في العنق ديالو. il devait s'écarter des ânes، خاصو يبعد من الحمير يعني اللي يوليو يضربوه ولا شي حاجه ولا يركلوه. بي كيل اي لو فيرب كي انترودوي سي كونسي دون لو تيكست، اشنو هو الفعل اللي سابق هاد النصائح كاملين في النص، يعني فيما كتبغي تعطي شي نصيحه كتستعمل نفس الفيرب، اشنو هو هاد الفعل هذا.
هو لو فيرب دوفوار. هنا عندنا دو في، هنا ثاني دو في، هنا دو في، يعني لو فيرب دوفوار هو اللي سابق لنا هاد لي كونساي اللي قالوا ليه. كيستيون نيميرو 9، لو تيكست فو باريتيل اميزون ديت بوركوا او اون فراز، يعني واش النص بان لك انه ممتع؟ غادي تعطيني بطبيعه الحال قلتي لي وي او قلتي لي نو، ضروري تعطيني واحد الجمله باش كتعلل بها الجواب ديالك. جواب مقترح، كل واحد يقدر يجاوب بالطريقه اللي عجباته. حنا قلنا ان النص يعني ممتع، علاش؟ جو تروف لو تيكست اميزون كار لا فاصون دو ديكريغ للعيشه اي لي كونساي دوني سون درول، يعني جاني النص انه ممتع. علاش؟ حيت الطريقه باش وصف لينا لو ناراتور للعيشه وحتى دوك النصائح اللي كيعطيو اللي كيقولوا ليه هما كلهم مضحكين، يعني مسح في المشوار ديالك، بعد من الحيط اللي وسخ لك الجلابه البيضاء، بعد من الحمير، يعني هما كيديروا بالجد في الدار، حتى الحيوطه كيتزعزعوا، الاحبال الصوتيه ديالهم كتبغي تقطع، وفي الزنقه كيبداو يوشوشوا ويدويو بشويه بشويه. يعني النص ممتع، ما عجبكش ما بغيتيش تقول انه اميزون، لك كامل الحريه، ولكن دائما التعليل بواحد الجمله اللي تكون بسيطه، ما تكثروش باش ما يكثروش الاخطاء ديالكم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وبطبيعه الحال كنتمنى اكثر ان اغلبيه لي كيستيون يكونوا عندكم صحاح. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.